من المسائل التي يستحب للمحتضر أو يستحب لمن حضر المحتضر أن يفعلها أن يلقنه، وذلك أن يلقنه الشهادة. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وقد قال أهل العلم كما في البخاري أن تلقين الميت يكون على صفتين: الصفة الأولى أن يكون على صفة الأمر فيقال له قل لا إله إلا الله، والصفة الثانية أن يكون على سبيل الإخبار فيسمع الميت ويقال بجانبه لا إله إلا الله. وقد كره الفقهاء الأولى إن امتنع من تردادها، فإن من حضر المحتضر فإنه إذا لقنه الشهادة فقال له قل لا إله إلا الله مرة أو مرتين أو ثلاثا ولم يرد معه هذا الكلام، قالوا فيستحب له أن يسكت ولا يعيد هذا التلقين، لأنه إن أعاد هذا التلقين ربما كانت نفس المحتضر أو المحتضر شديدة فربما أخطأ فقال كلمة تؤثر عليه في آخر أمره.